صباح النور يا نسرين. صباح الخير ميلاد، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. نسرين، منطقة الخصر هي منطقة مستهدفة. مستهدفة بالأخص عند النساء، كثير بهمهم إنه خصهم يكون رفيع. صحيح. اليوم بدي أحكي شوي عن أخطاء شائعة بتصير بهذا الموضوع. لا. وعن قصص العالم أيام بسبب العالم قد إيه بتحب يكون عندها خصر رفيع، يمكن بتلجأ لقصص أساليب كمان منها صحية ليصير عندها هلا. مثل المشدات. اوكي. اللي بتنحط، هلا رح ارجع احكي عنه شو. بالبدايه نحن ليكون عندنا خصر رفيع هي لازم نحن نفقد من الوزن ومن نسبه الدهون الموجوده بجسمنا. ونحن بنعرف ما فينا نستهدف الدهون حدا، يعني انا ما في اضعف بس بالدهون الخصر او الدهون البطن، بدي اضعف كلنا. واكيد بتمرن تمارين كامل الجسم لانه لازم اعلي الميتابوليزم تاع جسمي، احرق كالوري زياده لانا انزل هذه نسبه الفات. واكيد لنحصل على خصر مشدود يعني مثل ما نحن بدنا، فنحن هون ساعتها رح نزيد بتمريننا التمارين بيستهدف الخصر. هذه التمارين بتساعدنا نحصل على خصر منحوت، بس مش هي لحالها اللي بتعطي، لان هي بدنا نكون نظام غذائي وتمارين معتاد. نعم نعم. هذه شغله دائما العالم تفكر انه اذا انا بعمل تمارين خصر فخلص رح احصل على خصر. نعم. ثاني خطا بيصير انه انا بدي احصل على خصر جيد وملفت للنظر، فانا مثلا بصير بعمل كل يوم تمارين خصر او مثل تمارين المعده كرمال يحصل على الأفس، هذا كمان شيء غلط لانه هذه العضله بدها على القليل 24 ساعه ترتاح، يعني يوم اي يوم لا، نستهدف هذه المنطقه، نستهدف هذه الجهه لهي ترتاح، ما فينا كل يوم نحن نشغلها ونتعبها لانه بتصير عندنا ممكن فيها اصابات او تمزقات بسبب الاوفر تريننج. نعم. وفي شغله كثير مهمه اكيد دائما بنشوفها على السوشيال ميديا، بيعملوا اشخاص لمشدات لانه قصص تحطيها انت عم تتمرني انه بيعطيكي فورم خاص، هيدا ابدا منا جيده. في الا سلبيات. الا سلبيات لانه انا لما عم بحط هذا مثل الايكوسي او شيء، نحن عم بمنع انه هذه العضله الكور او عضله الجزء تتمرن، يعني تتحرك، حتى نحن بحركتنا اليوميه انا عم بمنع هذه العضله تتحرك، فهذه العضله عم تضعف مع الوقت لانه هي ما عم تتحرك. صح. يعني انا بدل ما فيت حالي انا ضريت حالي لانه صارت هذه المنطقه عندي كثير ضعيفه. غير انه انا هو بتعرف قد ايه بكون شادد، فانا طريقه التنفس عم بتصير مزعجه. صح. يعني بتعمل ضغط على كل الجسم، بتعمل ضغط على كل اورجان الجسم، منا الرويه ومنا عمليه الهضم. وهذا الشيء كثير يعني تخيل بيصير عندك مشاكل بالهضم ومشاكل بالهذا، بالاضافه الى نوعيه المواد المستعمله بصناعه الايكوستي ممكن تعمل انفكشن او تعمل حساسيه، وهذا كمان توصلك الى كثير مشاكل نحن بالغنى منها. فاليوم الطريقه رح نبلش تمارين. لنبدا بالتمارين. أوكي. هالتمارين المفيده لهالمنطقه بالذات. هلا رح نعمل قصص نحن واقفين بكون. نعم. حاملين وزن، هلا هون الوزن ما رح كثير باين انه كيلو، بنكون واقفين بهذا الشكل، بنزل بهذا الطريقه. اكيد بنعمل دائما الجهتين ومش لنفس الوقت، يعني بنزل بهيك. اكيد دائما الظهر جوي، يعني مش بعمل هيك يعني لننتبه، فكرمال هيك لازم يكون الوزن مناسب كرمال ظهرنا يكون منيح. كمان اول ثاني تمرين بدي يكون اجري بدي عليها بهذا الشكل وظهري هيك بهذا الشكل. أوكي. يعني مره عملناها نحن از كارديو للتمرين، بس هلا عم نعملها ك للعضله اللي هون. هلا ثالث تمرين. اوكي، بكون قاعده رح اعملها بهيدي الجهه احسن ليش نبل. اوكي، بكون قاعده بكون اجري بهذا الشكل بهذا المستوى، ايدي هيك بدي انزل بهذا الشكل. هلا اذا نحن خفيف فينا نزيد وزن كرمال ننزل ونطلع بهذه الطريقه. كمان يعني اجرينا بده يكونوا هيك وجسمنا هيك. هلا هيدي الاشي بدي اقربها وهيدي الايد بدي اقربها، يعني هيك. تقريبا قد ايه بنعملهم هول الحركات نسرين؟ تقريبا اذا نحن بالبدايه عم نبلش نعمل تقريبا 20 تكرار، ما ضروري نعمل جولات لانه هي جزء من التمرين مش تمرين كامله. واذا نحن بعدين تطورنا اذا يا بنزيد نتفه اوزان معنا او بليت معنا او بنزيد عدد الريبيتيشن. اوكي، رح كفي كمان بكون ايدينا بهذا الشكل. هلا بدي اطلع انا عن اجري. هلا نفس الشيء بس بدي بيعد اجري بطلع بالعكس بهيدا الشكل. دائما ملاحظين عم ناخذ يا نفس الجهه يا عكس بعض، لانه هيدي اللي هون
عندنا تقريبا عضلتين هن مع بعض، وحده انترن وحده اكسترن، لنشغلهم لازم دائما نعكس بعضهم يا مثل بعضهم. اوكي هلا بدي يكون اجري هي، بدي ابرم بهذا الشكل. هلا اذا انا لقيتها سهله فيه افتح اجري نص فتحه، اكيد دائما بس نفتح اجرين ما بنفتح الركبه فتحه كامله عشان نخفف ضغط عليها، نفتح بهذا الشكل. بهيدي الطريقه هون نحن عم نشغل. في شغله ثانيه كثير مهمه، نحن بس عم نشغل الخصر غير انه عم نشغل عضلات المعده اكيد، وعم نشغل كمان الهيب لانه هي جاي بتجي بهيدي المنطقه، يعني جاي بتوصل الهيب مع عضلات المعده. نعم. فهذا الشيء كثير مهم. واهم شيء بتمرينات الخصر انه احنا لما عم نشغل خصرنا عم يصير في تدفق دم على هيدي المنطقه، يعني هيدي المنطقه عم بيصير فيها شغل، يعني الاعضاء الجسم عم تشتغل بطريقه مضبوطه. اذا نحن خففنا نسبه الدهون بهي المنطقه نحن بنكون عم نحمي حالنا من النصاحه، واللي هي ممكن تحمينا من امراض الضغط، السكري، والقلب، لانه هيدي المنطقه نحن دائما بنحكي انه هي اصعب منطقه يكون فيها دهون لانه مطرح مع كل اعضاء الجسم موجودين. وبعدين عند النساء والرجال، لانه ايضا نسيني عند الرجال بهالمنطقه بيجمع كثير دهون وبصير من الصعب ازالتها. مزبوط. وبعدين بنعمل هيك. هلا هون اذا نحن بعدنا بالبدايه في يكون ايدي هيك بهذا الشكل، اجري بهذا الشكل. ونحن اذا بدي صعبها بعلي اجري هيك، بصير انه انا عم بشتغل على البالانس تايت اجري وعلى ظهري كمان. اوكي هلا كمان فينا نزيد البلانك اذا بدنا، البلانك العاديه اللي هي هيك. وفينا نعمل هيدي البلانك لحظه. اوكي فينا نحن عم ننزل بالبلانك بدنا نبرم هيك. اوف هي بهذا الشكل. ايه هي اكيد لبعدين، يعني نحن بالبدايه نحن بس بلانك، واكيد بدنا نعمل كمان سايد بلانك اللي هي بهذا الشكل. اوكي. كمان اذا شخص بده بعدين بصير بده ينزل ويطلع بهذا الشكل. والبلانك لازم نعملها يعني ممكن نشوف قديه عم نقدر نضايق. صحيح. وكل مره نزيد شوي كم ثانيه. مزبوط. نحن فينا بالبدايه كان يبلشوا تقريبا من 30 ثانيه ل 45 ثانيه، بعدين بتصير بتزيد. حتى بعدين في يصير مثل ما حملنا الموفمنت فيها، في ايام بيزيدوا بليت على ظهرهم، بيزيدوا اي شيء ليعطي اوزان، فهذا الشيء كمان في منهم كمان بيصير يحطوا تحت ايديهم مثل طابه ليعطوا بالانس اكثر، يعني في كثير قصص فينا نطور بالبليت. نخلي الحركه تصير اصعب بنفس الوقت تكون مفيده. أكيد. بس كمان عندي سؤال لك نسرين، كثير من الناس يلي بيكونوا عم بيقوموا بتمارين الخصر ممكن يبلشوا يحسوا باوجاع باسفل الظهر. مزبوط. لهالناس شو بتقولي لهم؟ هدول بيكون يعملوا اوفر تريننج اكيد، يا بالتمارين في شيء غلط. نحن بحلقات قبل دائما حكينا عن انه كيف نخفف التشنجات من الظهر من خلال بعض التمارين يلي بترخي هذه العضله، مثل مثلا الكوبرا بهذه الطريقه مثلا. لما بيعملوا بهذه الطريقه ل 30 ثانيه بتفك التشنجات، في يعملوا الكات اند كامل لما بيبلعوا البطن وبيرجعوها، كلهم هول بتساعدهم انه يخففوا هذا الضغط. صح. واهم تمارين الايطالي كمان مهمه بهذا الاطار. واهم شيء انا بدي اقول انه نحن هدف من الرياضه نكون جسمنا سليم، ما كثير نكون اوبسيس انه يكون نحن عندنا هالخص الرفيع ونلجا لاساليب ممكن تضرنا بدل ما تفيدنا. صحيح. 100%. هالشيء كثير مهم. 100%. شكرا كثير لك نسرين على كل هذه المعلومات والحركات الرياضيه المفيده.